اهلا بيكم اصحابي حلوين. النهارده هنشرح مع بعضنا حرف الب وهنعرف نكتبه ازاي. يلا نشوف مع بعض. ده شكل حرف ب، بيبقى زي الطبق وتحتيه نقطة، طبق وتحتيه نقطة. تعالوا نشوف مع بعض يا اصحابي. يلا نمشي على النقط اهو، نعمل خط زي واحد ونكمله بخط تاني مايل نايم، ونطلع فوق ونعمل النقطة. هو ده اصحابي شكل حرف ب. تعالوا نعمله من غير النقط. واحد وشرطة مايلة وخط تاني والنقطة. يلا اصحابي نشوف شكل حرف ب في اماكن الكلمة مختلفة. عندنا حرف ب في اول الكلمة بيبقى كده، مفيش السنة التانية بتاع كمال الطبق وتحتين نقطة، زي كلمة ايه؟ زي كلمة باب، زي باب الحلو احنا شايفينه قدامنا ده. اما بقى لو كان في نص الكلمة فبيبقى ليه شرطة واحدة وتحت خط كبير ويبقى في النقطة بتاعته، زي كلمة خبز، يبقى في خط في النص فيه شرطة وتحت نقطة. في اخر الكلمة بيبقى معمول ازاي؟ بيبقى في خط ونعمل حرف ب عادي، لكن قبليه سنة صغننة زي كلمة ذهب. يلا أصحاب نشوف حرف ب لما بيبقى عليه فتحة زي كلمة بقرة، ب ب ب فتحة ب بقرة. لو كان عليها ضمة يبقى تنطق بو، ب ضمة بو، زي بومة، ب ضمة بو بومة. إذا كان تحتيه كسرة اللي هي شرطة مايلة لتحت يبقى يتنطق بي، ب كسرة بي، زي كلمة بنت. لو كان على سكون يتنطق أب، زي كلمة خبز، بنقف عليك خبز، بنقف عليه أب خب خبز. يبقى كده زي ما خدنا شكل حرف ب في أول الكلمة بيبقى خط وفي واحد ناحية يمين وتحتيه نقطة بس مفيش الناحية التانية، زي كلمة باب. ولو كان في نص الكلمة يبقى خط نايم وفوق واحد تحتيه نقطة، زي كلمة خبز. أما لو كان آخر الكلمة فنكتبه عادي وقبليه نعمل خط كصغنن. خدنا إن حرف ب ممكن يبقى عليه فتحة أو سكون أو ضمة أو يبقى تحتيه كسرة. لو كان فوقيه فتحة زي كلمة بقرة، لو كان فوقيه ضمة زي كلمة بومة، لو كان فوقيه سكون زي كلمة خبز، لو كان تحتيه كسرة زي كلمة بنت. ب فتحة بو ب، ب ضمة بو، ب كسرة بي، ب سكون أب. دي يا أصحابي أسئلة هنوصل كل حرف بالشكل بتاعه. يعني مثلا عندنا دي ب بتاع اول كلمه، دي ب اللي في نص الكلمه، دي الباء اللي في اخر الكلمه. هنشوف الب في الرسومات دي معموله في انهي مكان من الكلمه. يلا نوصل مع بعض. الباء فتحه يعني نبدا الكلمه بيها. ده ايه ده؟ ده ذهب. الباء في اول الكلمه؟ لا، في اخرها. طيب ده ايه؟ ده خبز. الباء في اول الكلمه؟ لا، دي في نصها. طب ده ايه؟ باب. الباء في اول الكلمه؟ اه، يبقى نوصلها بالباء دي. طيب يا اصحابي دي في نص الكلمه صح؟ اه، عشان هي نايمه وفيها واحد في النص. طيب هنا الذهب ده الباء بتاعه في نص الكلمه؟ لا. ليه؟ زي ما احنا شايفين اهو، ادي كلمه ذهب، الباء بتاعتها في اخر الكلمه اهو زي ما احنا شايفين، فهي ما توصلش دي. لكن ده خبز، الب في نص الكلمة فنوصلها بالخبز. مش باقي معانا غير ايه؟ غير ذهب، عشان الب بتاعته في اخر الكلمة فنوصله بيه. ومعنا فهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.